شجاع الأبر إثنان وعشرين المجيدة وله رجاء لكم أيها المهاجرون وله رجاء أن تدرؤون الخطر عن وحدة الشعب السليم وله رجاء وله رجاء أن تدرؤون الخطر عن وحدة الشعب السعيدة العز فيها والغنى والظفر وهي أملنا والعقيدة وخيرها قد عم حتى ظهر تعمير ذي كنا نريده كل البنادر من عدن للشحر كلاتها بنية جديدة للتنمية ما باقي إلا البشر كيف يدركوا ماذا تريد من أمن واستقرار بشتى الصور مسلم مع الدولة الرشيدة ما حد يفرق في نيان النظر إلا عقول هبلة بليدة 20 عام 20 عام قد شبت طوق الصغر قد أصبحت حسنة رشيدة ملكا ما هي ما لحدا منها مفر خارج وطننا أو عبيدة وهي لنا مثل القضاء والقدر مثل الدماء داخل وريدة لا بخلل وهي لنا مثل القضاء والقدر مثل الدماء داخل وريده لا بخلل وسط طريق او حفر باصبحه اذكار سديده ما كل من يعمل في الدوله تجر بل كل واحد له رصيده واحد سرق لا ملمسه افتجر والبعض ما حصل فريده واخر هجي بين البلد والمطر وذاك ينعم بين وسيده لكن هذا الداء ولو قد ظهر عادي ولازم ما نبيده وابو حمد نرجو بعيد النظر يبصر الذي قبل الضخيده ان جاءت حكمتنا وبعد النظر نزيل من فاسد يريده نجلس ونتحاور بداخل بقر حوار مفروض أن نشيده وأهل الحوار أهل الحوار كم من شنب ذي الاعتصار سايف وعارف كيف يجيده ما هو محاور برجو قبل السحر أربط مسير شعبي بجيده وللحوار ما هو محاور ما هو محاور برمجوه قبل السحر أربط مسير شعبي بجيدة وللحوار شخص لنا أي الضرر ببصم عليه بيدي وإيده يحزابنا عد شي معاكم بصر يكفي تآمر أو مكيدة نصحي لكم يكفي دقوق الإبر فالحق بدا يتلف وريدة نصحي لكم يكفي دقوق الإبر فالحق بدا يتلف وريدة لم استوعب وحده وجهة نظر والشرخ سووه في حديدة من أجل هذا الشعب بما استقر وحالته ضنكة شديدة عساه يشكركم فهو إن شكر شكر حصانة مستفيدة ولا غضب قدهولكم لأنه خلي شافكم ما حد يفيده ولا غضب قدهولكم للنخل يوم شافكم ما حد يفيده ما تصبحوا مثل الذي ما قدر يضم ماله أو وسيده
يلعنكم التاريخ بشتى الصور، انتم سبب صدعه جديده تتهربون. لا بحوار ومؤتمر، ومن دعاكم ترفضينه عارض سوا. مالك عارض سوا؟ مالك ملانك هور؟ ان جو عدم صرت الحديده، وانقال والنشاد قد الحق ضرر قلتوا فمه لازم يزيده. اما الصحف تكتب خبر تلو الخبر، ومن قريهم ما تفيده. مفروض يكون ما تنشره مثل القمر، والضاء للظلمة تبيده. محسن متى الكاتب بينشر لك خبر، هذا الخبر أعلام أكيدة. من واقع الميدان يوم شافه ظهر، ولا رووه أشخاص عديدة. شعب اليمن صابر وفي صبره عبر، والصبر فيه أشياء حميدة. من قال وحدتنا لقي زين الخبر يعطاه جديدة. من قال وحدتنا لقي زين الخبر يعطى قلاده وسط جيده. وكل شيء باين جلي للخر رمر في الطريق ذيه سديده. طريق ما فيها عوج ولا خطر، اروانها ما هي مبيده. والمصلحين بايصلحوا ما قد قصر، ومن تهرب بانعيده. يقبل يشارك في العمل منذ البكر، ويداتنا في جانب ايده. ما بان همش من شخص اثر، وبنيته حسنه حميده. الشعب واسع بايسع مليار نفر، والعدل بايحمي عديده. العدل طبعه النفر مثل النفر، سوا شيخة مسيدة. وليس فوق الكل إلا الأبر، من يجعل التقوى عميدة. وحب شعبه والوطن أخبر ظفر، هو معتقد هذا عقيدة. هذا البطل ابن البطل، من يوم قدر يذود عن شعبه مكيده. وبان حاسب من للاماني عقر، واحسب لنا الحال الزهيده. عذبه نصيحه ليتها تلقى مقر. عذبه نصيحه ليتها تلقى مقر. فذهان من نصحي يريده، نكف ايدينا من الدخل الامر. نربط بطون ابن السعيده، ما حد يقدر لك نقوده في صلر الا وله غايات بعيده. ما حد يقدم لك نقوده في صرر الا ولها غايات بعيده. يكسب رضاك لا داهمك شي خطر، لا تبل يدق في وريده. اقل ما تعمل تغض البصر، وهو مسوي ما يريده. يا شعبنا يكفيك ما قد غبر مؤامرات ظلت تبيده. لا ما عقلنا الدرس هذا والخبر. تبا لنا اش من وجيده اجدادنا، من كان لهم اكبر اثر يوم الفتوحات المجيده. واحنا نسود وجه تلك الصور المستنيرات الرشيده. يا الله تهدينا الى النهج الاغل، وحده قلوب قبل العقيده. والحقد ننهي ما نبقي له اثر، نغرس محبتنا التليده. نزيل من الاطفال اللي هناك شاهدوا الطيبين، نزيل من الاطفال وجهه نظر ان الشمالي بايصيده. هذه حكايه من حكايات الزمر، يا رب سالك لا تعيده. نزيل من الأطفال وجهة نظر أن الشمالي
ما يصيده هذه حكاية من حكايات الزمر. يا رب مثالك لا تعيده ودخله يا الله وادي سقر بشرط نسمع كف جليده صلاه ملقاري صلاه ملقاري قدي عده سور على النبي مولى العقيده. والان ما شنت بزون المطر واصحابه الغر الرشيده. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا لك أستاذنا العزيز على هذه القصيدة الجميلة، وشكرا لكم أيها الأحبة الكرام على سعة صدركم. ننوه أن لدينا بلبل الأنشودة اليمنية، الأنشودة الوحدوية الرائعة، الفنان عبد الإله البعداني سيكون معنا هذه الليلة، فنرجو من الجميع أن لا يغادر حتى ننهي. أيضا أنا لي طلب، والله 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 أرجو الهدوء. لم يقل لي أحد.